تعرض مركب صيد تونسي في عرض البحر شرق جزيرة جربة لإطلاق نيران من قبل خافرة سواحل ليبية، مما تسبب في قتل قائد المركب وإصابة أحد الصيادين بجروح خطيرة. ورجح مصدر أمني أن يعود هذا الاعتداء إلى دخول مركب الصيد التونسي المياه الإقليمية الليبية. وللاطلاع على آخر تطورات ما جرى معنا مباشرة عبر الهاتف صاحب المركب السيد الشاذلي شلغام. سيد الشاذلي، نعلم أنك تتابع تفاصيل ما يحدث لقاربك، ما هي آخر أخباره؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شاذلي شلغام صاحب مركب ياسين، تو في الوقت الحالي أنا في طرابلس. اتصلت بالسفارة نتاعنا لهنا، ما جاني حتى واحد. جيت للبرج نتاع مدخلين الفلوكه لهنا، ما تحصلت على حتى انسان فيهم. كانوا فيهم بالتليفون، سكروا علي التليفون. انا توا في حاله يرثى لها، الرئيس نتاعي ميت. مشيت اتصلت فيه توا، كان نتاع في السيطار مطيش، فهمتني؟ وما لقيت حتى اتصال بالسفاره نتاعنا.